دخلتني معاكم فقره هنتغير، وانا مبسوطه جدا ان الفنانه الجميله سلوى خطاب معانا، علشان هي طبعا كل البنات عارفين ان هي قد ايه جميله، وكلنا بنحب شكلها العربي الشرقي قوي. وهيكون معانا في الفقره كمان الدكاتره اللي دايما بيدعمونا، دكتور مصطفى مرتضى استشاري تركيبات وتجميل اسنان، ودكتور احمد مرتضى استشاري تجميل وتقويم الاسنان. ازي حضرتك؟ أهلاً. مبسوطه قوي ان انتم معايا، ووحشتونا بقالكم كتير قوي ما بتصوروش معانا. منورين. وهي موجوده علشان نقول للناس هي ابتسامتها ازاي جميله كده، وهي كمان عندها اسئله كتير، حابين نشرح للناس كل حاجه. دايما الناس بتخاف من دكاتره الاسنان، نبقى عارفين ان الزياره دي اكيد هنتوجع فيها شويه. دلوقتي يعني الطب تطور جدا، وفي حاجات حديثه ممكن ما تخليناش نتوجع وتبقى اقل في المجهود، وكمان نروح بسناننا بايظه خالص في زياره واحده اسناننا بتتظبط، صح ولا ايه؟ ان شاء الله باذن الله. طيب هي عامله فينيرز وعامله ودايما بتجيلكم، يعني هي دايما معاكم، ممكن نشرح للناس ايه هي الفينيرز يا دكتور؟ الفينيرز دي هي عباره عن قشره تجميليه حصل فيها تطور كبير. اولا من ناحيه السماكه، كانت الاول سمكها 1 ملي، فكان السمك ده محتاج ان احنا نبرد او نشيل جزء كبير من السنه. فطبعا انا كده بحتاج ايبربنج، وممكن يكون في بعض التحسس في بعض الاسنان. دلوقتي السمك بتاعها وصل 0.2، فبقينا مش محتاجين ان احنا نبرد في الاسنان او ان احنا ناخد ايبربنج. كمان حصل تطور في اللون بتاع القشره التجميليه، بقى فيها شفافيه. وده بيبدي الشكل الطبيعي. من هنا الجمال اللي بيبان، ان انا ازاي اعمل تجميل بدون ما حد ياخد باله ان انا مركب اسنان، او ما يبقاش فيها بروز، يعني بتبقى شكلها طبيعي. بالظبط بالظبط. وكمان حصل تطور في قوه لصق العدسات، ان هي دلوقتي بقت ما فيش حاجه تقدر ان هي تقع مننا. وان احنا كمان بنشارك العيان ان انا ممكن اعمل خطوه جوفا قبل ما الزقهم، ان انا ممكن نلزقهم مؤقت ونشوف الشكل هل عجبينها هل لا. حاسه ان اللون مثلا فاتح شويه فيبتدي نعدله. صح صحيح. وطبعا في حاجه مهمه برضو، اختيار اللون، لون البشره، لون بياض العين. مثلا الفنانه سلوى خطاب لازم ان احنا بنشوف الادوار بتاعتها ايه، ونشوف ايه اللون اللي يتماشى معاها ومع الادوار بتاعتها. كل الحاجات دي بتبقى مهمه جدا. احنا عاوزين نسالها، لما ركبتيها بقى حسيتي ان الموضوع طبيعي وبتاكلي اللي انت عاوزاه؟ عشان دايما الناس يجي احنا ما نعرفش نقطم، احنا مش عارفه ايه، يعني في حاجات كده غلط. لا بتاكل يومين ثلاثه على بال ما تبتدي تحسي انه الحاجات بقت طبيعيه. اول يومين يعني بس. انا خير مثال للناس المرضى المتعبين، هم بيخافوا جدا من دكاتره السنان. يعني ماليش، ما فيش فنانه انا صورت معاها ما قالتش ان هي انا متعبه وبخاف جدا من دكاتره السنان. لا انا بحس ان شخصيه الفنان اصلا، لا لا زمان طبعا ما كانش برده الطب يعني طب الاسنان من الطب اللي بيتطور بسرعه كل يوم. يعني كل يوم بتحس ان في حاجه جديده، كل يوم في جديد. بس الحقيقه برضو انه يعني، او انا بتكلم عن نفسي، انه يبقى ضد تغيير الشكل، يعني ما يبقى شكل السنين الطبيعي اللي ربنا خلقها. لو في حاجه بس عايزه تتظبط، او في ناس بيغيروا بيبقوا احلى اكيد. يعني في ناس لما بيركبوا الحاجات دي بيدي شكل الابتسامة حلوة طبيعي. لكن برضو محتاجة يعني عناية أكيد. يعني متيالي يعني أنا من هولو مثلا طول الوقت بحافظ على إن سنيني تبقى مكسورة بعد كل أكلة، مهم جدا. يعني بقى هسهس زيادة، يعني أنا بتمضمض 25 مرة علشان بس انتي قلوقة، علشان إحساسي إنه ممكن يكون في حاجة في الأكل ما تنضفتش كويس. النقطة اللي هي بتتكلم فيها الفنانة دي نقطة جميلة جدا. بمية طول الوقت بعملها نقطة جميلة جدا، بتبين للمشاهدين واحد لما يعمل تجميل مش بس ان انا عملت واروح بقى انام وخلاص، بالظبط ان هو المداومة على غسيل الاسنان محتاجة عناية اكتر من الطبيعية. بالظبط بالظبط بالذات ان طب السنان اتطور في الفترة الدورية بقى. الواحد اللي انا اعرفه يعني معلوماتي ان كل 3 اشهر لازم ما شاء الله عليك يروح ينضف بالميه اللي هي الووتر جيت. اكيد اكيد الفينير محتاجه عناية كبيره. دلوقتي الفينير ما بقتش ان احنا نبرد السنه كلها، بقينا ان احنا ما بنبردهاش نهائي خالص. لا دي حاجه بسيطه، حاجه بسيطه جدا، وتلزق على السنان بدون ابر، بدون برد في الاسنان، بدون الم.
ما بتاخدش غير زيارتين تقريبا بيكون المريض منتهي من موضوع عملية تجميل الأسنان بدون ألم. وزي ما هي وضحت أهم حاجة المداومة على زيارة طبيب الأسنان وإن إحنا أنا بقى عاوز أسألك سؤال شوية دلوقتي بقى في موضات في شكل الأسنان يعني مثلا الهوليد سمايل إنه تبقى يعني كلها صف واحد أو مثلا في سنتين اللي قدام بيبقوا طوال شوية. أنا نفسي عاوزين نشرح يعني عاوزين نفهمهم سموها إيه الأرنبة أو الأرنبة دي إن هي تبقى أطول كل شوية السمايل بتاعتنا حتى في ناس كتير تعمل ليها أسامي مختلفة سبورت سمايل لوك سمايل نقدر ان احنا نعمل اللي هي السنتين لما بيكونوا طوال شويه دي بنسميها سكس سمايل دي بتبقى مهمه جدا في تجميل الاسنان. طب ودول يلوي على اي حد ولا لازم شكل لا معين؟ لا بنصور طبعا المريض وبندخل صور على الكمبيوتر ونشوف احسن ابتسامه مناسبه لشكله ما بقتش هي اسطمبه وخلاص. في ناس كتير يجي يقول لك يا دكتور انا عاوز اعمل سمايل في ساعتها على طول فورا. لا طبعا تجيب لك الصوره وهي جايه انا عاوز اعمل زي ده برده لازم عاوز اعمل زي الفنانه كذا عاوز اعمل زي لازم نشوف ايه اللي يليق عليه. يعني مش كل ضحكه تليق على الوش. الوش البيضاوي غير الدائري غير المربع كل ضحكه وليها الشكل. لو انا عاوز تخلي الوش راونديشن بتدي تلف الزوايا بتاعه السنه اللي الراجل بيبقى فيه زوايا السنه حاده شويه عن الست الوش مثلا عاوز اطول السنه ارفع السنه بلعب في الخطوط بتاعه السنه كل ده بيقدر ينعكس على الوش بس مش كل بالظبط ان هي مش اسطمبه واحده كل واحد بس اللي فيها فن برضه. انا بحس انه لازم طبعا يعني دكتور التجميل ودكتور السنين يعني فيها حته فنيه في حته وكمان لازم ناخد بالنا مش بس في السنين في اللثه يعني في بعض الناس مثلا وهي بتضحك اسالك انه في مشكله انه اللثه بتبقى طويله والسنان صغيرة صحيح صحيح دي بنعمل أحيانا تجميل للثة بنقص جزء من اللثة لو أنا بضحك في بعضهم بيبان جزء كبير من اللثة أو بنعمل جراحة صغيرة إن إحنا بنفتح فتحة صغيرة بخيوط تجميلية بقدر بعض الناس بيبقى عندها العضلة الشفة العلوية بتبقى قوية شوية بالنسبة لزراعة الأسنان بقى يعني دي أكيد بتساعد في حكاية إنه يبقى لو في حاجه مش مظبوطه في السنه انا مش فاهمه يعني ايه بقى اسنان تتزرع في البق دي مش يعني زراعه الاسنان دي بمنتهى البساطه هي دلوقتي اتطورت هي كانت عاوزه تسال كمان تقول عندها حاجه يعني مثلا عندي سنه فوق مثلا مفقوده مثلا لو في سنه مفقوده يعني او حاجه بناخد اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد تبين لنا خريطه العرض ما بقيناش محتاجين زي ما انت بتقولي شق وفتح وشاكوش ما بقاش فيه الحاجات دي خالص بقينا ان احنا عن طريق الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد بنحدد عرض وطول العظم وارتفاعه بدون ما نفتح شق جراحي في اللثه ونحط الزرعه بقى فيه زي جايد لينا بيوجهنا في اتجاه الزرعه عن طريق اللي هي الاشعه ثلاثيه الابعاد والدليل الجراحي فتطور الموضوع كبير ما بقاش الزراعه بس في نجاح فيها وفي عدم نجاح ما هو اهم حاجه زي ما بقول لك الاشعه النجاح ليه بقى يعني ازاي تحقق يعني النجاح دلوقتي بقى يحقق نسبه نجاح كبيره جدا 99% نسبه النجاح اهم حاجه نوع الزرعه اللي بنستخدمها التقنيه كل الحاجات دي بتساعد في تطور عمليه نجاح الزراعه بقى الموضوع طب والتدخين مضر بالنسبه لك اكيد مش هنشجع الناس على التدخين لا احنا ما بنقولش لكن بنقول انه لو هي اوريدي لو ما فيش تدخين أكيد لو مفيش تدخين يبقى أفضل كتير لو حد بيدخن نسبة النجاح بتبقى نسبة نجاح برضو كبيرة جدا كبيرة لو أنا دلوقتي عاملة هوليد سمايل وعندي ضرس مثلا باين مفقود لما هركب بقى مثلا الأسنان الزراعة هتبقى نفس اللون؟ هتبقى نفس اللون نفس الشكل ونفس الديزاين مفيش أي مشاكل نهائيا بناخد نفس درجة اللون ندخلها على الكمبيوتر بيبدأ يكمل لنا السمايل أنت أنا عارف سؤالك أنت عاوز تسألي هل هتفرق شكل التركيبة اللي فوق الزراعة؟ لا ما بيبانش خالص نهائيا وفي صور كتير هنبقى نستعرضها ليكم بتبين ان مريض في النص زارع وفي نفس الوقت مركب الفينير ان مفيش اي مشاكل فيها خالص دي مهمه جدا لانه حياه سلسه وبسيطه بالظبط في ناس كتير عندهم فعلا يعني سن درس مش موجود وبيبقى يعني حرام بيبقوا مضايقين جدا ويمكن صحيح. ده اكتر سؤال بتساله انه انا فرحي قرب وعندي درس باين جدا لما بضحك لو رحت عامل الهوليد سمايل ده هينفع ان انا ازرع ولا هيبقى فيه اختلاف يعني تمام. في لون السنه طيب احنا هنعمل لها دلوقتي الكشف اللي دايما لازم كل الناس اللي عامله الفينيرز تعمله المفروض ان هي لو انا دلوقتي عامله فينيرز
وما روحتش لدكتور تاني، لازم اروح كل قد ايه؟ خلينا نفهم الناس، لو احنا دلوقتي عملنا الفينير نتابع ازاي مع الدكتور بتاعي؟ كل 3 اشهر على الاقل، كل 6 شهور و3 شهور زي النجمه بتاعتنا. ايوه ده الناس الملتزمه قوي. ملتزمه. كل 3 شهور بتزورنا وبتشرفنا تنورنا. نعمل الزياره الدوريه بتاعه الفينير عشان نحافظ عليها وتفضل بتلمع وجميله ونجمه لامعه زي النجمه بتاعتنا. طب ايه رايك بقى ندخل نعمل كده الحركات بتاعتنا؟ قعدني على الكرسي برضو. ايوه يلا بينا. دلوقتي هنبدا للفنانه سلوى ان احنا نعمل لها التنظيف الدوري للاسنان ونبص على اسنانها.